تستعد المغرب لموجة حر مرتقبة، حيث توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية بالبلاد أنه اعتبارا من الأيام المقبلة سترتفع درجات الحرارة بعدد من مناطق المملكة، وستتراوح بين 39 إلى 47 درجة. وفي مايو الماضي توقعت الوكالة تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات أثناء صيف العام الجاري نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي.